في ظل الأزمة التي تعيشها الجزائر على غرار باقي دول العالم وتبعات وباء كوفيد-19 وإيماناً منها بضرورة رفع الغبن الذي تعيشه عديد الأسر الجزائرية، حاولت جمعية رحماء بينهم مواكبة الحدث من خلال التكثيف من خرجاتها الميدانية وتركيز نشاطها بما يتلائم مع الظروف الراهنة. رحماء بينهم، ومنذ انتشار الجائحة سطرت برنامجاً خاصاً بدأت بتخصيص قفة شعبان، قفة رمضان، تلتها قفة خاصة بعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 300 وجبة يومياً على مستعملي الطرق والحواجز الأمنية. فئة الأطفال كان لها نصيباً من خير رحماء بينهم من خلال تخصيص ألبسة وزعت على الأيتام في عيد الفطر المبارك، كما كانت لها زيارات لبعض المستشفيات. جمعية رحماء بينهم الخيرية لرعاية الأيتام والعناية بالمسنين، وكما عهدناها دائما تواكب كل حدث تعيشه الجزائر، دأبت منذ تأسيسها على جعل اليتيم والمسن محورا لنشاطها، ومع ما تقتضيه الظروف الراهنة وسعت نشاطها ووجهته لتشمل فئات أخرى من الفقراء والمحتجين. وأكون للوطن الحبيب.